ادي سورة مريم. مين مريم؟ مريم ست مصرية جدعة وعظيمة، بتشتغل ديليفري، بتشتغل في توصيل الطلبات والاكل والحاجات دي الى المنازل. ست بمليون راجل، مليون ايه، ست بدشليون راجل، وبتشتغل رغم انها خريجة نظم ومعلومات، لكن واضح انها ما لقتش شغلانة او وظيفة في مجال تخرجها وتخصصها، فقررت انها ما تقعدش عط ايديها على خدها، خصوصا ان عندها عيلين، فقالت هاكلهم واربيهم واكبرهم من عرق وشقايا. فما لقتش غير شغلانة الدليفري فاشتغلتها، رغم انها شغلانة مرهقة ومتعبة، ويقال انها شغلانة الرجالة وبتاع، لان فيها بهدلة ومواصلات وبهدلة وطلوع سلم ودخول وتواصل وتفاعل مع الناس وبتاع، ومع ذلك قالت لك مفيش مستحيل ومفيش حاجة اسمها راجل وست، كلنا في الهوا سوا. فدي مريم وهي راكبة الفيسبا وابنها واخداه قدامها، وابنها التاني واخداه في ظهرها، والطلبات اهي ورا ورايحة تشوف شغلها. تهيألي دلوقتي عرفتوا انا ليه فرحان قوي، فرحان بمريم اللي بدشليون راجل، ودي مثال للست المصرية اللي فيه غيرها كتير. فتحية لمريم ولشهامة مريم ومجدعة مريم وشرف مريم وجهد مريم. نرجع بقى للحتة اللي مزعلاني في الصورة ومقطعة قلبي. خد صورة تانية يا ناس. الولدين رغم اعجابي بمريم والتضحية والشقة والبهدلة اللي بتتبهدلها مريم من اجل لقمة العيش، بس انا قلبي بيتقطع على الولاد دول. ذنبهم ايه؟ بصوا خدوا بالكم، العيلين نايمين، واضح ان هم مفرهدين خلاص، سواء اللي واخداه قدامها ده ونايم على صدرها، او التاني اللي مريح على ظهرها، واضح الاتنين خلاص خلصانين بسبب الشمس بقى والحر والرطوبة. انتوا عارفين درجة الحرارة دلوقتي عاملة ازاي، ومريم دايرة بيهم يمين وشمال، العيال فرفروا وتعبانين. العيال دي المفروض يبقى مكانهم دلوقتي قاعدين في بيتهم معززين مكرمين، قاعدين قدام المروحة وبيلعبوا، او في المدرسة وبياخدوا بال بالناس بتاخد بالهم منهم، او 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 فعش يبقوا متفرهدين كده. عشان كده قلبي متقطع عليهم قوي قوي قوي. انا مش عارف فين ابوهم طبعا، وهنعرف دلوقتي بعد ما نمسي ونحيي على اختنا مريم اللي معانا على التليفون. مساء الخير يا مريم. مساء الفل، ازي حضرتك؟ ازيك يا جميل، عاملة ايه؟ الحمد لله بفضل ونعمة والله. يا رب حضرتك دايما يديم عليك الفضل والنعمة، ويديك عليك المجدعة والشهامة والاحترام والشقة العظيم اللي انت بتشقيه ده عشان تاكلي لقمة عيشك بعرق جبينك. طبعا انا سمعت كلام حضرتك كله، فعندي كام حاجة كده عايزة اقولهم لحضرتك. قولي يا جميل. الموقف اللي قطع قلبك ده اللي هتكلم عليه الاول. اتفضلي. مبدئيا انا ما بشتغلش بولادي، انا بطلع من من الزاويه الحمراء، شقتي مسكني ومسكن جوزي. حلو. بطلع من هناك الساعه 8 الصبح. اوصل عند والدتي في المنيل الساعه 8 ونص 9 الا. تمام. اسيب ولادي لوالدتي، ابتدي اطلع اشوف اكل عيشي. يعني انت بتاخديهم معاكي بس الصبحيه؟ ايوه، وباخدهم وانا مروحه. لان الصور اللي انتشرت ليكي انتشرت زي ما انت شفتي كده، وهم صورني وانا مروحه على كورنيش رود الفرج، لان ده طريقي كل يوم. انا بقالي سنه ونص في المشوار ده. تمام. سنه ونص وانا باخد ولادي اوديهم لوالدتي، وبرجع اخلص الساعه 5 اخد ولادي من عند والدتي اروح بيهم بيتي. دي نقطة. تاني نقطة، جوزي موجود، وجوزي راجل محترم جدا وبيدعمني، وراجل على راسي من فوق، وهو شغال معايا دليفري على فكرة، معاه مكنة وشغال معايا في طلبات برضه. فعلا. تمام. دلوقتي السبب في ان احنا بنشتغل، تمام. ان انا جوزي كان عنده ظروف خاصة مع الجيش، وراح يخلص موضوعه ده، فللأسف اتحكم عليه سنتين ونص سجن. تمام. فاتسجن سنتين ونص. فابتديت ان انا طبعا اخواته كانوا مسندني، واخواتي مسندني، ووالدتي طبعا دي الداعم الاساسي. المهم طبعا فضلنا ان احنا بنعافر،
ولحد ما والدتي واخواتي جابوا لي السكوتر، دفعوا لي التقديمه وجابوا لي السكوتر بتاعي. حلو. اشتغلت وعافرت وحاولت ان انا ابقى حاجه، والحمد لله يعني دنيتي مش احسن حاجه بس مستوره والحمد لله. طب ايه اللي خلاكي تفكري في فكره الدليفري دي؟ يعني اشمعنى فكروا ان هم علشان يجيبوا لك انا السكوتر؟ ما لقيتش شغل، انا ما لقيتش والله. انا لو كنت لقيت، انا احب الراحه لنفسي طبعا، واحب الراحه لاولادي، طبعا مش حابه ان انا افضل رايحه ابقى جايه بيهم كده. انا اقسم بالله لو المشوار بتاع يعني من المانيا للزاويه او من الزاويه للمانيا، المشوار ده لو بياخد معايا تلت ساعه وانا لوحدي، فانا معايا عيالي ممكن ياخد معايا ساعه الا تلت ساعه الا ربع، لاني بمشي براحتي جدا طبعا. وبمشي في اليمين على جنبي، صح، نفس الحضن اللي ولادي حاضنهولي، ربنا حاضني انا وولادي، بيفضل يا معايا لحد حبيبتي ما اروح بيتي الحمد لله. انا عملت حوادث كتير جدا وانا لوحدي، واخر حادثه اللي دمرت لي المكنه، والمكنه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه في الصوره ده ما فيهاش فيبر خالص، كل حاجه اتدمرت، وقطع غيارها غاليه جدا، فما فيش مقدره ان انا اجيب لها قطع غيار. فالحمد لله قلت هي ستراني بالمنظر ده وما بتقوليش حاجه وماشيه معايا زي الفل الحمد لله. يعني انت عملتي كام حادثه وانت لوحدك؟ لكن الحمد لله وانت معاكي ولادك ربنا حميكي. فضل ونعمه منه، فضل ونعمه عليا ما هو والله، برضو، ما هو وكتير برضو عليا خدي من بالك برضو ربنا. والله يا مريم، يعني فكره انه طبعا انا كنت فاهم غلط ان انت معا بتاخديهم معاكي في المشاوير بتاع ايوه، ما انا الدليفري. علشان كده قلت اوضح لحضرتك لا لا تمام، المعلومه بس بس. برضو بهدلتهم الصبح وبالليل وفي المشوار وبتاع، برضو هو يعني غصب، حاجه صعبه طبعا. ما هو يعني غصب عني، لو في حاجه كانت بارادتي في الوقت ده، لاني انا عليا التزامات تانية بصراحه ابدا من ان انا اوديهم حضانه. انا ما ينفعش اروح اودي عيالي بحضانه، حضانه ب 1000 وشويه في الشهر لانهم اتنين، ده غير ان هم عايزين 50 جنيه كل يوم مصروف، تمام؟ فدي ميزانيه لوحدها، فانا عليا ديون، ما ينفعش اعمل كده واستنى حد يقف يقول لي انا ليه عندك كذا هتيجي. ايه الديون اللي عليكي؟ الحمد لله الحمد لله. ايه الديون اللي عليكي؟ الحمد لله. لا والله انا لا يعني زي الفل. اقساط ولا ايه؟ هي كانت قسط مكنه اه وقسط تليفون، لان في الحادثه موبايلي اتسرق، فاضطريت ان اجيب موبايل، لان ما يعني ما كانش معايا ان انا اكايش موبايل، فجبته قسط. تمام تمام، ده غير بقى اني يعني ظروف المعيشه، ده غير حبه تناتيش رفيعه كده، فالحمد لله ربنا كريم قوي يعني. والله يا ربنا كريم فعلا. لكن جوزك الحمد لله دلوقتي موجود وبيشتغل؟ موجود الحمد لله، خارج من شهر 8 اللي فات، وكان حابب ان انا اقعد، فلما قعدت فتره لقى ان الدنيا تقلت برضه، قال لي الدنيا لا برضه انا ما تقيله عنديش، ومش على عارف فكره انا ما تسد عنديش ديني. انا ما عنديش مشكله يا مريم ان انت تشتغلي، لانه عمل المراه ومساعدتها لجوزها ده حاجه في منتهى الشرف، وايد على ايد وطوبه على طوبه. انا عندي مشكله بس في حاجتين، ان انا خايف عليك يا بنت الحلال من ان العمل ده ممكن يكون بيسبب لك مضايقات او معاكسات او شويه، وهم والله الاول الحمد لله. والاخير قبليكي هم العيلين. الحمد انا لله نفسي زي ما قلت يرتاحوا. لحضرتك، الولدين هم عندهم كام دول في سنة يا رعاية مريم؟ الله، 5 سنين و3 سنين. دول لسه مش في سن مدارس؟ ها؟ لا ابراهيم قدمت له خلاص في حضانة، والمفروض ان هو خلاص رايح السنة دي الحضانة، رايح من سبتمبر السنة دي الحضانة ان شاء الله. بإذن الله. فزي ما قلت لحضرتك، الولاد في رعاية الله، ربنا نعم حمينا بالله. الحمد لله وربنا والحمد معانا. لله. يعني زي ما قلت لحضرتك، سنة ونص في الشغلانة دي، وسنة ونص مترددة على الطريق ده رايح جاي، ف يعني كتر ألف خيره، كتر ألف خيره محمد طارق. أنا والله ما أعرفه، أنا كل حد أطلع معاه أقول له أنا فعلا والله ما مين أعرفه، محمد طارق؟ اللي صورني الصورة دي أصلا. اوكي. محمد طارق صورني الصورة دي، ولقيت زميلي طيار معانا اسمه أحمد وقفني تاني يوم على طول، بيقول لي يا مريم بصي انت بقيتي ترند على الفيسبوك. بسم الله ما شاء الله. فطبعا عمل لي منشن في البوست، فمحمد طارق كلمني. طبعا شكرته جدا، بيقول لي اقسم بالله انا عيطت على منظر ولادك، وكنت عايز اقول لك هاتيهم معايا في العربيه علشان خاطر ما يعني هي خد انا بالك خايف هي عليهم. الفكره كلها في منظر الولاد اللي يقطع القلب ده. ما غصب عني طب والله، بصي يا بنت والله انا مش الحلال، بعمل كده عشان بصي شو يا بنت ولا اي حاجه، الحلال، بس ما غصب انا عني عارف والله بصراحه. ما فيش حد فينا بيعمل شو، الحياه صعبه وكلنا بس بنمشي امورنا الحمد لله الحمد الحمد لله على لله. كل شيء. بصي يا بنت الحلال، اتفضل. ابنك الكبير هيخش ان شاء الله بعد شهرين المدرسه، صح؟ ان شاء الله. باذنك يا رب. ابنك الصغير قلت لي 3 سنين؟ فده هدخله حضانه عاديه اللي هي الخاصه دي. طيب ده دخليه من اول الشهر حضانه عاديه وفلوسه عندنا. الله يبارك لك، كتر الف خيرك. عشان بس ما تلاقيش فلوسه بتاعت الالف جنيه ولا الالف وشويه بتاعت فلوسه في الحضانه دي، وبمصروفه كمان يا ست ال 50 جنيه كل يوم.
تسلم لي والله، ربنا يكبر بخاطرك. دي عندنا لحد كمان، مش كفايه كده، لحد ما ربنا يقدرنا خلال الكام يوم اللي جايين دول نتواصل مع ناس كده فعال الخير من مشاهدي البرنامج، من اصحاب المصانع والشركات، عشان نحاول نشوف لك شغلانه تريحك شويه من البهدله في الشوارع. على الله، ربنا كريم. على الله ان شاء الله. خدي بس مع الشباب في الاعداد، ظبطيهم وخليهم بس يعرفي بس الحضانه فين وكذا، علشان نتواصل معاكي ويبقى من اول الشهر ان شاء الله. اسمه ايه الصغير؟ اسلام. اسمه ايه؟ اسلام. اللهم صل على النبي. شوف انا نشنت واخترت صح اهو. اسلام ان شاء الله حضنته علينا. ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يعزك يا رب. ربنا يعزك ويكرمك، وتحياتي ليكي ولجوزك المحترم وبوسلنا. اسلام ومين؟ وابراهيم. اسلام وابراهيم، ربنا يفرحك بيهم ويكبروا ان شاء الله. ربنا يخليك على راسي والله. تسلمي. شكرا يا مريم. شكرا يا مريم. تسلمي. مع السلامة. شكرا جزيلا. الجدعنه والاحترام ما ينفعش، ما تقدرش تقف وتتكلم معاهم وتبمبك، ما ينفعش تبمبك ولا تفتح بقك، لازم تسلم وتضرب تعظيم سلام، واللي تقدر تعمله اعمله زياده.